هلو، كونوا طلبتوا مني كيف أنا عم برسم على القهوة. رح أعملكم الفيديو هالتفصيلي لأنه عملت فيديو قبل فكان مختصر ويبدو أنه مش الكل استوعب شو كنت عم بحكي. هلأ لحتى نرسم على القهوة، أهم خطوة أنه لازم الكوب اللي رح نحن نستخدمه يكون واسع لحتى نقدر نكتب العبارة بأريحية اللي بدنا إياها. رح نحتاج طبعا لقهوة. أنا لحتى أعطي القهوة اللي أنا بدي إياها اللون الغامق، رح أضيف شوي من النسكافيه بالبداية بالكوب، ورح أضيف عليهم السيرب لحتى يعطيني النكهة اللي بدي إياها. أنا عندي هون السيرب على نكهة الموكا، بالعادة بحب استخدم الكراميل، بضيف معلقة صغيرة كتير بيعطيها نكهة وبتطلع نفس بالمحلات. هلا رح اضيف تقريبا معلقة صغيرة بس مي سخنة لحتى ادوب فيهم النسكافيه. اصلا اوريدي احنا بدنا نعمل القهوة، ففي ناس بيعملوها بس بالنسكافيه. اذا انتم حابين تعملوها بس بالنسكافيه فيكم تستخدموا النسكافيه لحاله. رح ادوبهم هيك. انا هلا هون حاطة بهاي قهوة رح اعمل اللاتيه. طبعا انا الماكينة اللي عندي رح اختار اللاتيه. عندي هون بتعمل الميلك فلاذر لكن ما بتعطيني الثيك للحليب اللي انا بدي اياه لحتى اقدر ارسم. اذا انت بدك تكتبي على القهوة لازم يكون الحليب تقيل وبتخلصي كوب القهوة ولسه الكلام موجود. فهلا رح اعمل القهوة وننتقل للخطوة. اوكي، رح نحتاج للحليب. انا بحب اعمله بالنسبريسو هاد الكوب. بهاد انا رح اعمل الرغوة اللي رح اعملها، الفوم اللي رح اعمله للحليب. طبعا لازم يكون تقيل. فاول شي رح سخن الحليب، كمية الحليب بالميكروويف تقريبا لدقيقة ونص ونعملهم. هلأ هيك انا عملت القهوة صارت جاهزة بهاي الكمية بتكون. هلأ السؤال اللي كتير بتكرر لي، بشو عم ترسمي على القهوة؟ بستخدم نوعين من السيرب هاد. السيرب هاد هو بيستخدموه للآيس كريم مثل ما انتم شايفين، ولقيت انه افضل نوع سيرب القوام الالو الثيكنر الالو بتكون ممتازة. ما بدي اياه يكون السيرب كتير تقيل لحتى ما ينزل وقت نرسم يضله ثابت، وبنفس الوقت يكون خفيف وسهل انك انت ترسمي فيه بشكل اسرع. فانا بستخدم الشوكليت سيرب هاد، وكمان في منه على كراميل. هلا النقطه الاهم انه نلاقي شيء نقدر نرسم فيه. فانا عندي هدول، شوفوا قديش الصغير يعني فيك ترسمي فيه بشكل كويس. فانا بحطهم هون كراميل، واحد للصوص وبرسم باريحيه. هلا انا هون سخنت الحليب وراح نبلش نعمله فوم. لازم نعملهم هيك لحتى نشيل الفقاعات من الكوب. نبلش نعمل فقاعة. اوكي، هيك صار الحليب والفوم جاهز. ببلش ارسم بهاي الطريقة. طبعا اختاروا العبارة اللي بدكم اياها.